إذن نحن من خلال هذا الحديث ندرك أن مهمتنا من خلال هذا العلم لأجل العمل به في هذا الوجود وفي هذه الحياة أشرف المهمات وأعلاها وأكبرها، نخاطب بها جميع العقليات الموجودة على ظهر الأرض مستندين إلى خطاب أرفع وأشرف وأوسع وأكبر وأجل وأقوى وأعظم وأقوم من الحق جل جلاله. خطاب توجه من خالق الكل حمله خاتم الرسل، فيجب على طالب هذا العلم أن يعرف منزلته ويعرف مكانته ويعرف مهمته في هذا الوجود، وكيف يتخاطب مع كل موجود بمنهج موجد الوجود جل جلاله على هدي وسنتي وسيرة زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن إن خرجت مكانة هذا العلم من عقول كثير من المسلمين بعمل كثير من الكافرين من شياطين الإنس والجن، وأنزلوه عن منزلته في نفوس وعقليات كثير من المسلمين، فالمشكلة الأكبر والأخطر أن يتسرب هذا الإنزال والحط لدرجة هذا العلم عند من يتعلمه أو عند من يعلمه، أن يستشعر أنه أقل وأن في الوجود والدنيا علم أشرف من هذا أو أعز من هذا، وعزة العزيز الذي له العزة جميعا لا يمكن أن يكتون أي معلومات في أي علم أشرف من معلومات تولى رب العرش بيانها لخلقه الذي هو أعلم بهم وبما يحتاجونه دنيا وآخرة، لا أعز من هذا العلم ولا أشرف ولا أكبر منه. وبقية العلوم إن خرجت عن مقتضى هذا العلم فإلى الضرر وإلى الشر وإلى الفساد وإلى الفتنة، كما ترون الحال بما استخدمت الأجهزة بما استخدمت التكنولوجيا وما جنت البشرية منها وما جنت الأمة منها، من استخدمها بنور هذا العلم الشرعي وما توافق معه من أهل الفطرة فتجنب الضرر بها قليلون، وهم الذين استفادوا وسخروا هذه التكنولوجيا والمعلومات للمقصود الأعظم في الحياة، ولكن الذين استخدموها على غير هذا المنهج على غير هذا النور تضرروا وضروا بها، أفسدوا بها الأخلاق، أفسدوا بها الأفكار، تعدوا بها الحدود، تحيلوا بها لإيقاع الضرر بالغير وللإفساد وللشر ولأخذ حق الغير، هذا الواقع في حياة الناس. فما كانت الأجهزة ولا التقدم في المعلومات بمسعد للإنسان إذا انفصل عن نور خالقه، إذا انفصل عن نور موجده، فكل العلوم محتاجة إلى هذا العلم، وهذا العلم الشريف لا يحتاج في ذاته إلى شيء من تلك العلوم، ولكنه يستخدم بقية تلك العلوم، فقد يكون المتعلم يحتاج أن يتخذ وسيلة للوصول إلى هذا العلم، أما ذات هذا العلم فهي أشرف من أن تحتاج إلى علم آخر، وإلا لكانت الرسالة قاصرة، وذلك مستحيل أن تكون الرسالة جاءتنا بمعلومات وبعلم غير أشرف منه أو لا أو محتاج إلى غير من العلوم ولم تعلمنا إياه ولم يبينه لنا، هذا أمر مستحيل. فإن الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا أمر وكلف صاحب الأمانة أن يبلغ ويؤدي فأداها، فلو كان هناك علم محتاج إليه هذا العلم وهذا العلم أقل منه لكانت الرسالة قاصرة، وإذا قصرت الرسالة قصر الرسول، وإذا قصر الرسول كان المرسل، وهذا أمر مستحيل. المرسل الله، والرسول أكمل خلق الله، والرسالة تامة بنبأ الله، اليوم أكملت لكم دينكم وتركتكم على المحجة البيضاء وما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه. فأول من يحمل غلاء هذا العلم وشرفه وكرمته أنتم معشر المنتمين إلى هذا العلم، إن غيبوه عن أذهان كثير بشيء من الكذب والإيهام والظن والخديعة فحقكم أن ترجعوا أنتم إلى إدراك الحقيقة وأن تحملوها للبشر،
وأن تحملوها للزمان الذي تعيش فيه استعدادا لما بعد زمانكم وما بعد زمانكم مما يهمكم أنتم ويخصكم أنتم، ليس مجرد من يأتي بعدكم، أنتم مسؤولون ما خلفتم لمن بعدكم، لكن يهمكم أنتم بعد انتقالكم من هذه الحياة، شؤونكم بعدها، أحوالكم بعدها، إما نعيم لا يوصف وإما عذاب لا يطاق. فالمستقبل مستقبلكم أنتم، والخطر عليكم أنتم بعد انتقالكم، لا مجرد الأجيال من بعدكم، لكن أنتم، أنتم عندما تنتقلون من هذه الحياة تكون المسؤولية في هذه الحياة ما عملتم، وسطها في ضمنها ضمن أيامها ولياليها ما عملتم، أي شعور حملتم، أي عقيدة اعتقدتم، أي نظرة نظرتم إلى الأمور، أخذتم ميزان الله أم غرتكم موازين أهل الظنون؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كيف موازينهم يا رب؟ قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذه موازين الكفرة وموازين من انقطع عن الله تبارك وتعالى. لكن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.